المتسابقين ما يخلون احد ياخذ وقت. عمر دائما لبيت. عمر لبيت مكه. محمد منصور قال له كلمه الحقيقه انها فيها 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 نظر، ان المتسابقين في بعضهم يعني ما ادري ايش وضعه، فهو اسقط على اللجنه اللي اختارت المتسابقين. صراحه يعني المتسابقين يعني نقول فيهم خمسه او سته هم المميزين واللي عندهم محتوى او اللي تحبهم الشاشه وتحبهم الكاميرا. فيه بعض المتسابقين ما ودي اسمي باسماء، يا اخي في شيء خطا بينهم وبين الكاميرا، اسم البرنامج يعني ما يليق عليهم، المفروض اللي اختار على اسم البرنامج وعلى المحتوى. في بعض المتسابقين اتمنى يعني يعاد النظر فيهم او الاحتياط العشرة، تخلون فقرة النقد. صدقوني لو اختار محمد منصور وعادل وسالم وعمر عطونا العشرة الاحتياط، خلونا نجيب منهم ثلاثة ولا أربعة، صدقوني راح يختلف الرتم. العشرة الاحتياط خلونا نشارككم في اختيارهم. ما نقدر الا اذا طلع احد، اذا استبعد احد ما نقدر. في برامج الواقع ككل، اذا استبعد احد ممكن. في برامج الواقع ككل، هذا علم اصلا، علم معروف في برامج الواقع، هو ان تختار مثلا مجموعه كلهم ما شاء الله يعني مواهبهم يكونون او بكاريزما يكونون اقوياء، تختار معهم ثلاثه كومبارس اربعه يكونون مكملين للشيء هذا. الغريب في هذه النسخه ان الجميع ما عندهم سالفة، اثنين يعني ناس بالله خالهم أربعة، محمد أربعة خالهم أربعة، أربعة يمشون يعني شفت العكس وين إلى نسبة 90% لهذا الشيء. الغريب بعد في النسخة هذه أن بالعادة برامج الواقع أهم شيء يعتمد على الصوت، يكون صوتك جميل تغني. النسخة هذه حتى المنشدين دخلنا في اسم أو اسمين من الأصوات الجميلة بس ما تغني ولا حتى الاهتمام بالشكل. هل في مشكلة؟ هل الجلسات ما يعطونهم؟ تنمرون عليهم، تنمر سلطان. هذه والله تنمر، مشكلة لازم نتراجع فيها. أنا بخلصي. أول شيء إن الله جميل يحب الجمال. في نقطة بقولها لكم أخوان المتسابقين، إن الله هذا دين وهذا حديث نبوي، يلا يلا، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. إن الله جميل يحب الجمال، يعني بعض المناظر اللي تطلع على الشاشة مستفزة، حتى الجمهور يقول يا أخي شيء يغف. أعطيك منظر يعزز كلامك، بس عطنا فيديو المنظر اللي يبغاه عمر. يلا بسم الله، عطنا فيديو ولا بس يا الرابع تجودوا بتبوتكم، تجودوا بتبوتكم يا رياجيل. علق عليه، يغير المايك اللي هو متسابق المكيف يا شيخ، مستحيل. شوف الله اكبر يا ساتر، لا اله الا الله. لا لا لا، غير شل 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 يا باضه، يرحم والدينك يا باضه. يا ولد بلا امسك روسكم ولا يا ولد ارجع يا ريجي. لا غلط، خلاص عمر يفضحي يلا يا صوته موجود. خلاص يا ربيع، يا فضحنا فضحه، يا فضحنا فضحه على ما قال ابو حزام. يا فضحنا ما طلعت يا فضحنا. طيب انتم الحين هذا اخطا، هذا شكل يعور الكبد، ليش تطلع يا اخي؟ ليش تطلع؟ يعني كل ما واحد سواله شكل ما يصلح امام الشاشه طلعتوه وجبتوه محور للنقد، طلع في قلت المحاور يا اخي، طلع في البث، طلع في البث يا اخوي، تجاهله لا تجيب الشيء الشين وتحطه عندنا هنا وتدبل تبوده. يا اخي طلعوا الشيء الزين يا اخي، بكره بيجيك متسابق يسوي زي كذا يحسب انها فله. عبيد يا اباضه يرحم والدينك، مثل هذولي. وانت يا سالم ترى بكره بيجيك متسابق يسوي زي كذا يحسب انها فله. يرحم والدينكم يا ريجي، ترى طقت تشبوه. عادل المنظر هذا عفوي عادي، يشبه كل شيء للعفوية، منظر مقزز. ايه لا يليق في شخص يطلع قدام الشاشه، منظر مقزز. نقطه نهايه الصوت. المفروض ان المخرج انه ما يحاول انه يسحب الكاميرا، واذا كان ما ينشال حتى من اليوتيوب مقطع يعني محرج شوي، ومفروض انه ما يطلع على الشاشه حتى عندنا مفروض.